حنان الخالدي متعافية من سرطان الثدي مرتين. كأي شخص يصاب بهذا المرض لازم يطرى على باله فكرة الموت، بس إيماننا بالله تعالى ما نفقد الأمل. الحمد لله قدرت أني أتغلب عليه، ووجود الأهل وجود الدكاترة خلوني أتحدى هذه المرحلة الصعبة. طبعاً كانت عندي تجربتين. التجربة الأولى كانت في 2012، كنت في المرحلة الثالثة للأسف. هني تم استئصال الثدي مع العلاج الكيماوي. أما بالمرحلة الثانية كنت توني بدايتها، في المرحلة الأولى كان حجم الورم 1 سنتي، قدرت أني استأصل فقط الورم وبعدها أخذت العلاج الكيماوي. دائماً ننصح بالفحص المبكر، بادروا بالفحص لأن صحتكم مهمة لنا ومهمة للجميع.